مشاهدينا الاوفياء، مشاهدين مغارب نيوز، اهلا وسهلا ومرحبا بكم اينما كنتم داخل وخارج ارض الوطن. من هما من امام مركز تعاقد الدم بمدينه الدار البيضاء، معنا عائلات بعض اطفال المرضى بمرضى داء المناعة الاولي. هاد الاطفال اللي كيتقدر العدد ديالهم بالمملكه المغربيه قرابه 700 طفل. هاد العائلات ديالهم الان جاءت من كل حدب وصوب، من جميع المدن والاقاليم والمداشر المغربيه الى هنا امام مركز تحقن الدم للتمديد كما جاء على لسانهم ببعض تصرفات ديال الوزاره ديال الصحه. كيقولوا بانه الان الاولاد ديالهم في خطر. غتستمعوا معنا وكتشوفوا معنا هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي كاينه الان، فغادي تستمعوا معنا لهاد الاباء وهاد الاولياء ديال هاد الاطفال اللي كنتمنوا لهم الشفاء العاجل. السلام عليكم. خويا شنو هو المشكل دابا في هاد الوقفه الاحتجاجيه؟ شنو هو المشكل اخويا فيه؟ هاد الوقفه هادي هي وقفه صامته لان مركز تحقن الدم حنايا تنطلبوا مركز تحقن الدم باش يجيب لنا الدواء. هاد الدواء هذا عباره على حقن دعوها بصفه نهائيه. هاد الاطفال هادو 700 طفل مهدده بالموت، حيت هاد الدواء هذا حيوي الا ما دارش هاد الاطفال هادو سيموتوا. الان وزاره الصحه بصفه نهائيه ما بقاش تجيب هاد الدواء هذا بدون اي مبرر. تكلمت على الاطفال هادو وسمعت فيهم، كان هاد الدواء هذا تيدخل على عباره على حقن ديال 5 ملي جرام تساوي 1130 درهم للحقنه، طلعوها 4800 درهم 10 ملي جرام. دابا 10 ملي جرام ما بقاوش غيجيبوها بصفه نهائيه. دونك الوزاره تتخلى على 700 طفل وتتعرضهم للموت اكيد. حنا تنطالبوا بالسي الوزير باش يتخلى على القرار هذا، هذا قرار ما عنده حتى مصداقيه. وتناشدوا سيدنا الله ينصرو باش يتدخل في هذا الموضوع هذا، لان موضوع خطير هذا. كما كان في موضوع ديال ريان، هذا 700 ريان بين يديه ومن غيره راه حنا ما تساويين حتى شي حاجه. شكرا. دابا المصادر اللي عندكم، دابا المعلومات اللي عندكم، واش هذه الحقن ما بقاتش موجوده في المغرب او الوزاره عمدا انها تعمدت ان الحقن تحبسهم على هذو الوليدات هذو؟ لا عمدا ما بقاتش غتجيب هذه الحقن. شنو مثلا في نظركم السبب انتم ك ما كاينش حتى سبب؟ حنا صيفطنا ورسلنا الوزاره وبدون اي جواب، ما عندناش شي جواب وشي حاجه شي مبرر اللي يعطيو لنا بان علاش هذا الدواء ما بقاش يدخل. ما يمكنش هاد الوزاره غادي تجي وتخلى على الاطفال وتحيد لهم هاد الدواء ديالو اللي هو حيوي، بحال انت غادي تجي وتحيد لك الاكسجين. راه ما يمكنش، الا حيد لك الاكسجين غتموت. شكرا. 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 السلام عليكم. على وشان على مقالة السيد هذا. هاد الدواء كما قال حيوي، إلا ما كاينش هو ما كايناش الحياة. لأن هاد الدواء هذا باش كيدير الإنسان كيولي شوية بعدا كيحس براسو راه بنادم كيعيش. أما ناهيك عن عن الأمراض، مثلا هاد الدواء قطعناه ما استعملناش، فاش كيوقع؟ كيبدا الكحبة، الغشيمة، كيبداو لي شامبينيون، يعني أي مرض للإنسان يمكن يقتلو، أي مرض بسيط يجي يقتلو. إيوا كيولي عرضة لجميع الأمراض. كيولي عرضة لجميع الأمراض. ما تيبقاش عنده المناعة، يعني عنده شهر شهرين ثلاث شهور يمشي في حالته غيموت، صافي هو الحل يعني. كاد المرض ما معروفش دابا. معروف ولكن خاص غير الناس يعرفوا. ما مسلطيش عليه الضوء قول لي. ما مسلطش عليه الضوء، فوالا خاصو توضح، خاصو الناس يعرفوا. باش مثلا في النزاع أنا 2015 جاني هذا المرض. وباش يشخصوه عانيت معاه عامين وانا كنطلع ونهضر. في الاخر تم واحد من طريق واحد الاستاذ الله يجازيه بالخير هي اللي اكتشفت لي المرض هذا. قالت لي ودي راهين في واحد الدير لو تريتمون لي زيمينو غلوبيلين راه غادي تحس براسك مزيان وغترجع الامور عاديه. لدرجه ان وصلت كنت كنوزن 75 كيلو وليت كنوزن 48 كيلو. ناهيك مضاعفات. دابا الا وفروا لنا الدواء كيوفروا بزاف ديال المشاكل على هذا المرض هذا. إذا عطاهم الدواء غيتسناهم أمراض أخرى اللي غتنتج بحال نقولوا مضاعفات ديال اللي ما غيدار. مثلا مثلا غتولي عنده إنديلاتاسيون ديال بروش دي بومو، غتولي عنده إيبر إن أش تي بي، إيبر كنقولوا ليها شنو نقولوا لازم بسرعة أش تي بي راه اللي مانسان كيعرفوها، وكتولي عنده ديلاتاسيون ديال لي بروش ديال لي بومو، كيولي عنده الإسهال
لي شامبينيون لا بير دو بوا بير دابيتي فاتيك جينيرال الانسان كيولي طريح الفراش كتنسى عليه هيا البركه كنشكركم من المباراه واخا واش هاد المرض واش الجسم ما كيبقاش ينتج المناعة ما تيبقاش الجسم ديالنا كينتج المناعة صافي كيولي ما عندكش المناعة بتاتا كاين اللي كيتزاد بدون مناعة كاين اللي كيتزاد بدون المناعة ولكن العلاج الحمد لله كاين اذا انتم شنو كطالبوا دابا من وزارة الصحة دابا انتم كنطالبوا من وزارة الصحة التدخل الفوري والعاجل باش يوفروا لنا الدواء لان هاد الدواء حنا كنشريوه وخاص لوكو ديالو يكون في لابوطي ديال لو مالاد واش غالي دابا الدواء؟ غالي 4800 لو فلاكون وكل واحد الاخر كيدير ان فلاكون دو فلاكون تروا فلاكون كات فلاكون الشهر 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 كاين اللي كيديروا بار 20 جو يعني واحد 5000 درهم تقريبا في الشهر 15 مليون ونص 3 مليون 3 في الشهر اي 3500 بار مو كاين اللي كيدير 40 ملغرام في الشهر كاين اللي كيدير 40 ملغرام في الشهر على حسب النسبة ديال المناعة اللي عندك عندك تاكل على حسب الكلوكوا وكتزاد ديك المتطلبات ديال الحقنة ولكن الحمد لله مع الدواء كيولي الانسان عادي كيرتاح كيبقى المصاريف ديال ولكن واش كيقدر هاد الاطفال كيقدروا يتشافوا ولا غيبقاو بحال هكاك مرض مزمن؟ دائما وابدا مرض مزمن مرض مزمن 100% هذا مرض مزمن 100% ما فيش العلاج بحال دابا مالين الانسولين مالي السكر باش ياكلوا داك الشيء الانسولين لا لا ها الا ما داكش الانسولين شي يوقع ليه مضاعفات مضاعفات غايمشي ينعس ولا ينعس هذا بعد الشهر الجاي الا هاد الناس ما داروش الدواء راه بروج دابا كامل غتسيبو على الاف ديال البشر انا نعسه عطينا شي ام عطينا شي ام واي سو كيفيت ما شاء الله عليكم اختي انتم في هذه الوقفه احتجاجيه انت من ضمن الامهات ديال هاد الاطفال هذو راه حنا استمعنا الاخوان اش قالوا شنو الاضافه اللي ممكن تضيفي انت؟ انا الاضافه اللي بغيت نضيف بحال انا دابا جايين من مراكش جينا تضامنا مع الاخوان من مراكش جايين من مراكش من مراكش اذا هاد الناس هادو كما قلنا من كل مدينه جايين من كافه ديال انحاء المغرب كامل كاين اللي جاي من العيون كاين اللي جاي من اكادير كل وليد حنا جينا من مراكش باش نشد الطريق بالليل نعسنا غير في الطوموبيلات يعني جا شد الطريق بالليل وجينا باش نتضامنوا مع هاد الناس وجينا بان نوقفوا واحد الوقفه احتجاجيه صامته اللي كنلتمسوا من الوزاره اللي كتدخل واحد التدخل فوري باش توفر لنا هاد الدواء راه ما يمكنش هاد الوليدات يعيشوا بلا هاد الدواء راه ما يمكنش مثلا حنايا الاخت ديالي جالسه بلا مدرسه هاني جبتها كاع اليوم معايا وكل شويه كنديروا ليها المراقبه كل شويه كنديروا ليها المراقبه يعني كل شويه كتسخف لينا صعوبه في التنفس الكحبه يعني عرضه للخطر في اي لحظه عرضه للخطر في اي لحظه حيت ما درتش الدواء يعني من شهر واحد ما دايرش الدواء لحد الان ما دايرش الدواء كنوليو عايشين في السبيطار اكثر ما عايشين في الدار ما كاينش الدواء ملي كيديروا هذاك الدواء بعدا اموا كينقص عليهم واحد شويه كيبقى كيتعايشوا في الحياه بحالهم بحال كسائر الناس ولكن دروك جات الوزاره وقصات علينا هذا الدواء بدون سابق اي دار ما عطاتنا حتى شي مبرر ماشي حشومه عليهم حتى هاد الدوله حتى هما راه من حقهم حنا مغاربه جنسيه مغربيه رقات مغربيه علاش غينوضوا يديروا لينا هاد الحالات علاش غيحرموا هاد الوليدات من هاد من اللي يعيشوا ومن غير الوليدات كاينين ناس كبار وباقيين كيستعملوا هاد الدواء هذا نعطيك مثال كاين اللي حنا مثلا كان عندنا جوج حالات الاخ ديالي كبير وكان من بعدو الاخ ديالي ضاع ليا توفى الله يرحمه 17 سنه توفى علاش الامكانيات ما كاينينش الامكانيات نفس المرض نفس المرض وكان الاهمال ما كانش الدواء يعني واخا جرينا تعيينا ما لقيناش هذاك الدواء ما والو بقى حتى هي صافي تقاضى الاجل توفى ولكن علاش بقى فينا الحال كون كانت واحد المبادره وجرينا وكافحنا ووفرنا هذا الدواء راه ما كنا بعدا ما يبقاش فيك الحال حتى لو قضى الاجل كتقول درت اللي عليا ولكن هما دروك حتموا عليك حبسوا عليك يعني القدر جا من عند الوزاره هما اللي حتموا عليك انك تموت ماشي القدر تاع الله قدر حنا عرفنا يا بني خشي تاع الله سبحانه وتعالى ولكن راه هما اللي كيحتموا عليك الموت كيحتموا عليك الموت شحال تقريبا باش حبسوا عليكم هاد الدواء دابا تقريبا شهرين هادي باش حبسوا علينا هاد الدواء ما كان ما ادري حوار ما جلستوا على والو ما كنا لهم صيفطوا لهم الاخوه اللي في جمعيه هاجر صيفطوا لهم تقرير باش يعطيهم جواب مقنع ما كاين حتى شي رد ما كان حتى شي حوار مع الوزاره ما كاين لا ما عطاونا حتى شي حاجه مقنعه اللي زعما تشفيه الغالي ديالنا شويه وسميتو والو ما كاينش يعني كيقول لك هاد الدواء صافي تحبس بمره مادام كيقول لك تحبس بمره صافي راه كيعلنك الموت ديالك يعني الموت حتى
حتى علينا حنايا اللي مقابلين المرضى راه كنموت حتى حنايا معاهم. يعني راه موت عم كتشوفوا وليداتك ولدك كيموت قدامكم ما قادر دير حتى شي حاجه، راه حنا كنموتوا معاهم شويه بشويه. واخا عطينا شي ام اخرى تكون جايه من شي من بلاصه اخرى، شي ام اخرى زيد اختي. اه نعم. السلام عليكم. السلام. انت من جاي اختي بعدا؟ اسمع هضري مزيان باش تسمع الميكرو. انا جيت من اكادير. واخا واخا انا نهضر معاكم. هضري معنا اختي. مرحبا مرحبا. حنا كنا المهم الكيوش كيضغيلا نسكر وقفه احتجاجيه سليمه وصامته، يعني بلا شغب بلا صعب بلا والو. كوني غير دورا الضرب فكره لحاجه زعما ماشي من حقنا بالضرب، غير حاجه بسيطه هي الحق في الصحه. راه الدواء ايثروان بين 20 مرات اش كيدوي زرات ما يحتاج دواء الدور السوسيت نهائيا، يعني كنتي كيفاش نسال باش كتجي نهائيا. اول كنا على دار نسكر انه ايثروان وصلتني بالضمر الوزاره شنو احكم حلاتنا وصلنا موت الخطير، يعني تروانو غير يمكنني شخصيا تروانو في الاثنين غير الحالة، غير الحالة حرجة جدا. المهم تعفنات العينين القحبة انسجام تنفيذ خنجر، المهم معاناة من كل الجوانب. كنا على المشكل نسكر الحملايات ماش صوتنا هايف ايمكن بيكم هايف من الوزارة المسؤولين صاحب الجلالة اي سكر كران تدخل عاجل عاجل شو غايد بيس الله غصاد ولا صباح ما صافي تكرفس يعني شهرين حبيت فلاس مكباش وفيد فلاس البيت امل الحياة يعني دواية يساوي الحياة متروانا خلاصة القوم يعني الحياة يساوي دواء دواء ضد المناعة يعني ممكن على ذلك نشاد الوزارة صافي وشد انا غملتينا نسى ولا اللي غملتينا الامل الوحيد جلالة الملك صافي خلاصة القوة تروان غضيع نضيع قراية صحة طفولة نزلو ديش نزلو ديك ايوة اطفال يعني المعاناة من جميع النواحي تجي ديال لي العائلات مساكن زون ديك على الدارسين الدريت يعني المعاناة مضروبة بجوج يعني تعاني الى اقصى حد ورغم ذلك نصبر نتقاتل فوق نخدم نتكلف باش نصبر دوايا شكون دوايا دوري الا بالمجان دوايا دارت نصا نتكلف ديان غنكون في مديتنا غعاوننا غميد المحسنين جمعية هاجر كذلك ورغم ذلك في المهم اي قول لا الدواء قول لا الحياة هاي هذا الدرع هذا وانت ديالي اللي كي زعما عشقا بوغان دوايا توري لا غوغادير هذه تشكا كيف تلقى غامس كاتين من الدار البيضاء يعني المعاناة كل المعاناة دورا خت هما كلي هما غير هاد الدوايا دنرا تايلي يعني جيتو من مدينة اكادير المدينة في الدار البيضاء فين كندوزو الدواء كنطيب بلاصة وكل شهر باش نديرو الدواء رغم ذلك جاو بين عشية ونوضو حاجة كادير الوزارة مبقاش غاتجيب لينا الدواء ما عارفاش من مشكل بيناتهم وبين فرنسا حيت حنا كنعطيوهم الدم ديالنا كنجيبو المتبرعين من الجميع كنجيب المتبرعين اللي كنعرف هاد الدواء كيتصنع من الدم ياك كنصيفطو هضري معنا بالسلحه نصيفي ايدام من يعني ماده خامه كنصيفطها لفرنسا باش فرنسا اداه تصايب الدوايات تاسي غايلي كلو تاوي غادي الدواء باش نتزن زاخ هاديك الدواء ماشي زاخي داك الدولة ولا كنستغسل فلوس يعني نتوما اللي كتقلبوا على المتبرعين بالدم باش كي داك باش كيمشي داك الدواء داك الدم كيمشي لفرنسا باش كيتصاوب الدم يعني الدواء اختي جيتي في الوزارة راه اختي تزن زاخ ماشي الثمن زعما معقول في استطاعة اي واحد باش تاتي صغار الا بلاد مسكين وري خدام الا غير ريت خدام نهاري نهارو يعني الدواء كتنسى يا تقريت 5 غرام تسكر 1130 ليميك زايد 245 لا تسكر زين 10 غرام دير 10 غرام تسكر 4800 يعني 4800 كل شهر ما نكسرش تي اسمو المواطن العادي اللي هو اللي كي الاطفال اللي كيستعملوا 10 ديال الميلي غرام في الشهر اي واش غير كثار من 20 كان 25 انا قد ما طلع الميلي غرام قد ما كتطلع الفلوس اي كنهضروا غير على 10 غرام كدير دابا 4800 درهم هذا المرض راه ما معروفش بزاف باش نكون معكم صريح المرض راه ما معروفش راكم راه اول مره كاين اللي كيسمع اول مره راه حتى حنا ما اكتشفناش في الاول 700 طفل كاين 700 طفل في الجمعيه حاليا على الصعيد المملكه المغربيه 700 واللي ما معروفش راه كاين واللي ما معروفش راه الالاف يعني الناس كيموتوا باش نوحدوا الكلمه واخا يلاه مرحبا واحد كيضرب الله يجزيك
بخير. قرب ميكرو عندك باش يسمعوك. واحد الاضافه الله يجزيك بخير. هاد المشكل ديال هاد الوليدات هادو راه ماشي غير هاد الدواء هذا، راه كياخذوا معاه دوايات اخرين بالموازات، راه كياخذوا دي زونجيبيوتيك حياتهم كامله بالموازات. نعطيك مثال، الوليد ديالي انا كياخذ 10 غرام خصو 4800 درهم، انا كنتو شي 5000 درهم. ديك حتى ديك 200 درهم اللي باتشات ليا من الخلصه ديالي ماشي حتى قيمت ديال الترونسبور باش نجي نجيب ليه الدواء، وهذاك الترونسبور باش تمشي تجيب ليه الدواء خصك تجيبوه من الرباط، وخصك تكون عندك سياره، وخصك تكون عندك ثلاجه كتخدم بالضو، لانه هذاك الدواء خصو يترونسبورطا في الثلاجه، ما يمكنش يترونسبورطا عادي الا ديتيها في الصيف في الصاد ولا هذا يخسر ليك مشات لك 4800 درهم. عاد كما قلنا وكيقول الاخوات انه الضعف ديال التشخيص ديال هذا المرض المبكر. انا عانيت، انا جوج وليدات ديالي ماتوا ليا بهذا المرض هذا لانه ما كانش تشخيص. الولد الثالث باقي كنعاني معاه دابا، باش نزيد ندفنوا حتى هو راه حشومه عيبها، راه ولادنا هما اللي خصهم يدفنونا ماشي حنا اللي ندفنوا ولادنا. راه باقي كنودري ولدي ماشي غير عنده هذا المرض هذا ومأثر عليه، لانه هذا المرض هذا مخليه انه يتزاد بريماجوري على 7 شهور، ما عند الصحه ما كاملهاش، خصو متابعات اخرى بحال الشكل ديال السنان، العينين، الودنين، اليدين، الرجلين، النمو ديالو ضعيف. انا عندي الدري دابا عنده 10 سنين، الا شتيه تقول عنده غير 4 سنين، الدراري تيضحكوا عليه في المدرسه. ابار هذا الشيء هذا عاوتاني الدري كل شهر كيمشي يدير هذا الدواء في السبيطار وكيتانجيكت عليه في العرق، راه كاع خرقوا ليه يديه، حتى الوليد ما بقاش حمل مازال يمشي للسبيطار. كل شهر غير باش يلقاو ليه العرق خصهم يخرقوا ليه يديه كامله. لا اله الا الله محمد رسول الله، راه كنعانيو مع هذا المرض هذا، راه المعاناه اللي كنعانيو راه تكفي، راه نورمالمون خاص الدوله توفر لنا الدواء فابو وعلى عار نسكتو. وخاصه تسليط الضوء على هذا المرض، حيت هذا المرض هذا راه ما معروفش. وكنطالبوا من 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 وزاره الصحه ومن جلاله الملك نصره الله انه هذا الدواء هذا يولي يتنتج عندنا هنا في المغرب. اشنو خاصنا حتى ما يتنتجش عندنا في المغرب؟ حنا راه الدراري ولادنا كيمشيو اطباء وخدامين في فرنسا وخدامين في لابوراتوار ديال فرنسا، علاش ما يصيبوش عندنا هنا؟ مصر اقل حاجه، مصر اللي هي اقل منا شانا، اقل من المغرب، وعندها مصنع كتصنع فيه هذه الادويه ديال الامراض المزمنه اللي كتستخلص من الدم، علاش حنا لا؟ حشومه عيب وعار. شكرا الله يجزيك. شكرا. اذا السلام عليكم. كنشكر خا كنشكر بزاف كي اللي خلص من الكود ونسجل وفتر بيوت تعالوا بنت عربون كي داري سين دراري فرخت فرخت تعاني مع المنعك المنعك ولكن من الزعز اللي تحتاج تعاني سكي خاص العملية تقولون رغت سيدات نفس المشكلة ومعانا تنصنون السخانة الإسهال ثم أي حاجة تقدر أرسل التشكيك جميع الأمراء جميع المرأة يعني أرد أفن مستوق سدام بيضاء أنا بستيكين بزوا يعني فخم فغيونو يعني بعض الأدوية أتنسخ جيبي يعني يسكي يخدم هو يعني ماشي زعما موفرش وداري توفر الناس كلشي اللي هي تتكلم ولكن تتكلم في خير فلوس لازم لا نزي خدمتنا لا نزي خد تعاون راه خصنا راه خصها بعض الادويه اللي هي ضروري اللي زعما ضروري تستعمل يوميا وكان الحقنه يا زغيب كتبقى مشكل مقر اللي تثبت وزاره الصحه يعني ما مكسرين السنة ابي تزاد نسى اللي غادي تتمنع ورمشي الرساله اللي كنا وتنزل زار نتمنى هو وزاره الصحه الملك محمد السادس نتمنى الميساج هذا كما الرساله هذه كما سماء تسمى لان الدراري يدور في حيزات من الدويات يحقنا بالامين وغلوبيلين يدور في حيزات يعني راه تعرضني للموت يعني شهر 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 الاول والشهر الثاني يقدر بن رشد كله يعموس المرضى من ضعف المناعه الاوليه ولا الدراري يبني في رزقو أنا أتمنى أن أكون مسلم.
على ما اظن الحقنه هذو اللي خصها تدي ويخصها شكون يعني وتدي ما نساغو مرات تدي ما نساغ صغار يعني بدو راس صغار الحقنه خمسة دراهم من هنا نقول تبديو ديالي بين 20 و 20 من هنا في الصحة وصول الصغار غنستمر في العلاج غنشتو غنناس نطلب دا لكني دي خصي في الرسالة نعتبر يعني نعتبر قدام خاصة الأطفال غنتطلب منهم إلا ما بندير غير الشغنس إلا ما ملقنتي ديالي باش غير تزياش كتي خبيت خطر غامون نعتبر يعني دام الناس باش نوفر العلاج للدراري المسلمين يعني وليدي الحال غير تقسيم سروالو هي الحال 700 اللي حشميت تشميت الى درت الحريق حتى كان ديال ونتمنى ان يصير هذا كم اجراءات من السادس وزي سنقل زي سنقل 700 طفل وطفله او 700 يعني باش نزول لكم للعائله نزول لكم الحاله الموتى وشكرا. إذن كما سمعتوا معنا مشاهدينا أوفياء هادو عائلات ديال الأطفال اللي كيعانيو كيقولوا يعني صراحة هذا الشيء كيحز في النفس أنه تشوف أطفال يعني كيموتوا عرق بعرق كما كنقولوا يعني الناس كتنقل من جميع المدن المغربية. سمعتوا معنا الناس جايه من مدينة أكادير جايين من طنجة جايين من مراكش جايين من شيشاوة جايين يعني جميع المدن والأقاليم المغربية وكيضطروا انهم كيمشيو حتى لمدينه الرباط باش ياخذوا دوك الجرعات ديال دوك الاطفال الصغار اللي رغم ذلك وكما سمعتوا حتى الحاله الماديه ديال العائلات كتراوح ما بين الحقنه ما بين 5 ديال الميليغرام يعني كاقل تقدير اللي كتسوى على حسب ما قالوا 1200 درهم كاين 10 الجرعات وكاين ما اكثر يعني كتوصل اكثر من 4800 درهم يعني 5000 درهم شهريا خاص هاد العائلات هادو يحطوها الا بغاو هاد الاطفال هادو يبقاو على قيد الحياه. اذا هذه رساله مباشره حنا حاولنا كمنبر اعلامي اننا ننقلوها لكم على امل انه يتم تحرك ديال المسؤولين على اوسع نطاق. هاد العائلات هادو كيف ما كتشوفوا معنا كيعيشوا المعاناه اليوميه يعني يوم كيموتوا يوم بيوم ملي كيشوفوا الاطفال ديالهم في هذه الحاله هذه. اذا اللي كنتمناو انه الوزاره الوصيه تستمع لهذا النداء ديال هاد الاباء هاد وهاد الامهات اللي جاوا من جميع المدن المغربيه باش يقولوا هاد الكلمه هذه ووجهوها للمسؤولين. اذا الى هنا